انا لي 4 اشهر من دون دواء كانسر. بس مرضى السرطان تقف هون بالشمس عم ياخذوا كيميو في منهم. لك كيف هون ناس واقفين هون؟ شو في دولة احقر من هيك واوطى من هيك بالعالم سلطة؟ هيدا تحرك من كثير تحركات كنا بلشناها بالسنوات الماضية بسبب سياسة دعم فاشلة عم تطبقها الدولة بأدوية السرطان يلي ما عادت متوفرها، وكأنه الدولة عم تضحي بالمرضى تبعولها وعم تقولن انه روحوا موتوا لانه انا ما قادر اعملكم اي شيء. الحظ امي صار لها 3 سنين مريضة سرطان، من وقت ما بلشت الازمة مثل كأنه واحد عنده مرض بنفس الوقت واحد عنده مشكلة تانية انه ما انه قادر يعالج المرض. تكاليف طائلة، اذا بدنا نطلب شيء من برا بالدولار، صرنا شحاتين ببلدنا. مرضانا عم بتموت ليه؟ ليه بدي احكم على مريض بالموت انا؟ ليه؟ اذا عنده تشانس انه يعيش ليش بدي موته؟ هيها هلا زميلي لقلنا عم بتقول انه بنت بتقربها من 3 ايام توفت لانها ما عندها دواء. صبية مثل القمر ليه؟ هودي بدو يتعاسبوا عليهم، بدهم يدفعوا الثمن ثمنا.